هاي كيفكن صبايا؟ اليوم رح اعرفكن على كريم كتير مهم للبشرة. بدنا نص حبة افوكا وحبة كيوي وملعقة عسل. رح نحط الافوكا اللي هي ثمرة كتير غنية بالفيتامين A والE اللي هن مهمين لترطيب البشرة. الكيوي كتير غني بالفيتامين C. هنخلطه سوا. من بعد ما هرسنا هيدا المزيج كتير منيح هنزيد عليه عسل. العسل هيعطينا قيمة إضافية لهيدا الكريم، هيرطب لنا البشرة نفس الوقت هيحميها من التجاعيد. من بعد ما تركنا المزيج لمدة 20 دقيقة هنجيب مي فاترة ونشيل المزيج. بعد ما طبقنا هيدا الوصفة عم نشوف كيف الوجه صار عنده إشراقة ونضارة.